لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من مقال الكاتب أياد العنبر، ومقال بعنوان موت العراقيين حكاية لا تنتهي، نشرته صحيفة المدى، حيث يقول الكاتب: اعتاد سياسيون اللامبالاة في الحوادث والضحايا لأنهم لم يتحولوا إلى قادة إلا بعد أن قدموا الكثير من أتباعهم ضحايا في محارق ومغامرات دموية عبثية، هدفها الأول والأخير أن يصعدوا إلى السلطة أو يبقوا في دائرة النفوذ السياسي. ذلك ليس غريبا عليهم ألا يهتموا لصرخات الضحايا ومشاهد الموت والخراب، فهي ليست جديدة عليهم بل تعايشوا معها، ولا يزال العراقيون مشاريع للموت، إذ يواجهون كل يوم موتا بعنوان جديد، ومن يقتلهم الآن هو الفساد. ففي دولة سلطانها الفساد لا يمكن لنا أن نتوقع إلا استمرار قوافل الموت المجاني، فغياب سيادة القانون يعني غياب منطق الدولة، ومن ثم تحكم مافيات الفساد في إدارة جميع مفاصل الحياة في دولة تحكمها طبقة سياسية تعتاش على الخراب. من يقتل العراقيين اليوم في البصرة والموصل وبغداد وذي قار وجميع مدن العراق؟ وطبقة سياسية فاسدة تعمل وفق منظومة تبادل الخدمات بين رجالاتها وأحزابها. فالطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد 2003 اختلفت في رؤيتها لهوية الدولة وطبيعة نظام الحكم وتعددية ولاءاتها الخارجية، لكنها اتفقت ولا تزال على أمر واحد، هو رؤيتها للسلطة وفق عنوان الغنيمة وإدارتها بمنظور واحد هو الفساد. من يراجع المؤسسات الصحية في جميع مدن العراق يشعر بأن غالبيتها مرافق للموت وليس للحياة. ولو أجرينا إحصاء للمقارنة بين أعداد ضحايا العمليات الإرهابية وأعداد ضحايا الفساد وسوء الإدارة، فبالتأكيد لن يكون الفارق كبيراً. فأعداد حوادث السير على الطرقات الخارجية الرابطة بين المحافظات والمدن العراقية تزيد على أعداد العمليات الإرهابية بواسطة العجلات الملغومة أو الأحزمة الناسفة. فهذه الطرقات تفتقد لأبسط مقومات السلامة، والسبب الرئيس في ذلك هو الفساد. إلى مقال الكاتب مثنى عبد الله الذي جاء بعنوان: حين تتحدث فلسطين باللغة التي يفهمها العالم قالوا إنه الجيش الذي لا يقهر، وقالوا إن الكفاح المسلح بضاعة كسدت منذ الستينات وسبعينات القرن المنصرم، وبشرونا بأن الجنوح للسلام هو لب الحداثة السياسية ولغة التخاطب الحضاري مع العالم، وأن الحقوق لا يتم نيلها إلا بالجلوس إلى مائدة المفاوضات، وهكذا فعل البعض من قومنا وإمعانا منهم في التحضر، فقد قبلوا بأن تكون حدود دولة فلسطين حدود عام 1967 بعد أن كانت من النهر إلى البحر، وأن تكون القدس مناصفة بيننا وبينهم. يضيف الكاتب: بات الحديث علنا من أن حل القضية الفلسطينية يتم بالتطبيع وليس إلى مائدة المفاوضات، ولهذا جاءت معركة أكتوبر 2023. الإجرام الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين وبحق القدس والأقصى، وجرائم قطعان المستوطنين بحق الأبرياء، واستمرار عمليات الاستيطان والاستيلاء على أراضي ومزارع أهلنا، والقتل والاعتقالات وتجويع شعبنا، وفشل كل المفاوضات ومبادرات السلام، كان لابد أن تدفع بالشرفاء كي يقفوا بالمرصاد لهذا العدو وأن يضعوا حداً لكل أفعاله. فكانت عملية نوعية اتسمت بالتخطيط الدقيق من حيث التزامن في الهجوم واختراق السياج الإسرائيلي والهبوط بالمظلات واختطاف الأفراد والاستيلاء على العتاد والمعدات، ما أصاب إسرائيل بصدمة كبيرة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تنساها. وبغض النظر عن طبيعة الرد الإسرائيلي، فقد تعرضت حكومة نتنياهو لمأزق كبير، وتعد هذه هزيمة سياسية قاسية للحكم اليميني المتطرف منذ اللحظة الأولى لوصوله لسدة الحكم في تل أبيب في ديسمبر 2022،
كما أن العملية تمثل رداً فعلياً لحالة انسداد الأفق الذي واجهته القضية الفلسطينية، خاصة خلال 20 شهراً الماضية عند وصول اليمين المتطرف للسلطة. قال رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي البريطاني ديفيد هيرست إن المسؤولية عما سفك من دماء هذا الأسبوع يتحملها كل أولئك الذين توقفوا منذ زمن طويل عن اعتبار الفلسطينيين بشرا. وفي مقاله المنشور على الموقع قال هيرست إن من يتحمل مسؤولية ما يحصل الآن في غزة أولئك الذين توهموا بأن الأجيال المتعاقبة من القادة العسكريين الإسرائيليين سوف يتمكنون من فعل ما يريدون ويتمكنون من الإفلات من أي محاسبة مهما اقترفوا من أفعال. وقال إن المسؤولية تقع على عاتق جميع من توقفوا عن التفكير بالشعب الفلسطيني بما في ذلك معظم الحكام الطغاة في العالم العربي. سوف يلقن كل واحد منهم درسا أليما خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا ينبغي لأحد أن يتبجح بشأن ذلك. لقد تعرض مدنيون أبرياء للقتل، وأصيبت أمهات حوامل بالذعر، ومات أطفال، نال الهجوم من كل من صدف تواجده في طريقه، بغض النظر عن السياسة أو الجنس أو العمر. ولكن المشاهد التي فقد العالم صوته إزاءها ليست تلك المشاهد، وإنما مشاهد الجنود الإسرائيليين وهم يزجون بالفلسطينيين في السجون، حيث يطويهم النسيان مدداً طويلة من الاعتقال الإداري. تم الآن توجيه رسالة في غاية الوضوح، ومفادها أن الفلسطينيين موجودون وأنهم أبعد ما يكونون عن الخضوع للقهر. أياً كان الذي سيحدث لغزة خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، وقد أطلقت إسرائيل عملياتها الانتقامية الوحشية بغض النظر عن غياب الأهداف العسكرية، لا ريب في أن حماس حققت نصراً مؤزراً. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً قالت فيه إن هجوم المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال يوم السبت الماضي يشكل فشلاً ذريعاً للمنظمة الأمنية أو للمنظومة الأمنية العسكرية والسياسية الإسرائيلية وخرق هالة الدولة التي لا تقهر. قالت الصحيفة أيضاً إن تحرك المقاتلين صوب المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة بمثابة خرق لهالة الدولة التي لا تقهر والتي بناها الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية المتبجحة، حيث خلف الهجوم تساؤلات عالمية عن الخطأ الذي حدث ووضع قادة إسرائيل أمام تحد من أجل الانتقام بالقوة الغاشمة على غزة. قال براين كاتوليس نائب مدير معهد الشرق الأوسط إنه من الواضح أن هذا هجوم مخطط له جيداً ولم يكن بين عشية وضحاها. ومن المدهش أن إسرائيل وأي من شركائها لم تكتشف هذا الهجوم أو التخطيط له مبكراً، ما شكل فشلاً أمنياً كبيراً في تاريخ إسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة قلل قادة الاستخبارات الإسرائيلية من خطر حماس بعد أن وقفت موقف المتفرج في الحرب بين إسرائيل وجماعة مسلحة أخرى، كما شعر الإسرائيليون بأن القبة الحديدية حدت من خطر الصواريخ قصيرة المدى المنطلقة من غزة. ووصف خبراء هجوم السبت بأنه فشل أمني وعسكري ذريع من جانب إسرائيل، وأضافوا للصحيفة الإسرائيليون عملوا بقدر كبير لمنع بناء الأنفاق ووسائل الاختراق الأخرى، وها نحن نرى هذا حيث ظهر أنهم دخلوا من الباب الأمامي. وتقول الصحيفة إن الكثير من الإسرائيليين في حالة صدمة من قدرة حماس التي يبدو أنها سيطرت على بلدات وقرى إسرائيلية، وتساءلوا عن السبب الذي جعل أقوى الجيوش في العالم غير جاهز لسيناريو خطير مثل هذا. وفي السياق ذاته يقول الكاتب مروان المعشر: أثبتت عملية حماس الأخيرة أن التفوق العسكري الإسرائيلي لن يحسم الصراع، وأظهرت عملية حماس الأخيرة القدرة المهنية العالية التي تتمتع بها لإلحاق خسائر غير مسبوقة في الأرواح والبنية التحتية لإسرائيل منذ عام 1973.
وعادت الأمل لجيل فلسطيني فقد الأمل بقيادته والمجتمع الدولي لتحقيق آماله الوطنية، فقرر أخذ الأمور بيده وبتخطيط دقيق لم يعهد العالم العربي الكثير منه منذ أمد طويل. وأظهرت هذه العملية أيضا مدى الفشل الأمني الذريع التي منيت به إسرائيل، فبينما انشغل وزير الأمن القومي إتمار بن غفير والحكومة الإسرائيلية بشكل عام بالانتهاكات اليومية في الضفة الغربية في القدس وجنين وغيرها من مدن الضفة، جاء رد الفعل من غزة التي من المفترض أنها تعيش ضمن حصار خانق ونظام أمني إسرائيلي لا يسمح لها بهذه الاختراقات. لا يستطيع المجتمع الدولي الاستمرار في تجاهل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم القومية والسياسية والإنسانية المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ثم يتوقع أن يبقى الجانب الفلسطيني قانعاً خانعاً. الحقيقة الساطعة اليوم أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالاحتلال والعنصرية والأبرتهايد الإسرائيلي مع مرور الزمن، بل إنهم اليوم يثبتون أن عامل الزمن سيعمل لصالح تحقيق تطلعاتهم الوطنية والقومية وليس العكس. السؤال الثاني يتعلق بالاتفاقات الإبراهيمية. تثبت هذه العملية بوضوح أن تركيز المجتمع الدولي على هذه الاتفاقات، بما في ذلك المفاوضات السعودية الأمريكية لدخول السعودية هذه الاتفاقات، مع استمرار تجاهل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الفلسطينيين لتطلعاتهم الوطنية، هي سياسة قاصرة لن يكتب لها النجاح. لقد أسقطت هذه العملية الحجة الإسرائيلية التي ينادي بها نتنياهو صباح مساء، أن السلام مع الفلسطينيين ليس ضرورياً ما دامت إسرائيل تستطيع التطبيع مع الدول العربية من دون التوصل لحل مع الجانب الفلسطيني. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تعيش غزة دمار تواصل الغارات الجوية الانتقامية للجيش الإسرائيلي على القطاع التي استهدفت أبنية تجارية وسكنية، وأسفرت عن استشهاد المئات بينهم أطفال ونساء وخسارة السكان لمنازلهم. ونشر موقع الجزيرة نت صورا تظهر الدمار الكبير الذي خلفه قصف الاحتلال على أحياء غزة،
ويأتي القصف الإسرائيلي على غزة وسط غضب الاحتلال من العملية العسكرية المفاجئة التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، وأطلقت عليها اسم طوفان الأقصى، شملت عمليات تسلل نوعية إلى داخل مستوطنات غزة وإطلاقها آلاف الصواريخ. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. قاعدين في بيوتنا محلانا، اجتنا معلومات اخبار على انه لازم تغادروا فورا البيت، تطلع فورا من منطقه الرمال، لانه هذه المنطقه قبل هيك انضربت اللي هي الشارع الوحده. واحنا طبعا سحبنا حالنا هينا، اخذنا اولادنا واحفادنا وكناييننا وصغارنا وكلنا اخذنا. هذا اسمه يعني بصراحه انا بدي افسره انه احنا زي النازحين صرنا. احنا ما لناش امن ولا امان ولا حاجه، فيش امن ولا امان يعني. وش هالحياه هذه؟ وش هالعيشه هذه؟ والله هذه ما هي عيشة هذه. الحين احنا بننام هنا، مفيش وسع عشان ننام، كنا بننام هنا احنا، هنا وهنا وهنا، واصلا اليهود بيضربوا فراجيع نار، 30 نفر احنا بننام هنا، حتى بسعناش. هنا الصف يعني عندنا اربع عيل تقريبا من 30 واحد، يعني من ضمنهم من 30 واحد يمكن 15 طفل جوا عنده في البيت، بدهم بمبس، بدهم اكل، بدهم شرب، بدهم نظافه. انا نفسي اعيش طفله يكونوا فيش حرب، يعني يعملوا هدنة، يعني ما يعملش حرب ولا يضربوا صاروخ، ونيجي في السلامة نروح على الدرب. نلقاكم بإذن الله.